غادي تلحق وتشرب هذيك ماشي ما هذاك اخي سيدي قلت بسم الله بنفسي اخي كون عندي روش اخلط بخلط وصلوا هذا الفيديو بالروج ولا تنساو لنا اللايك وصلوا هذا الفيديو هذا 10000 لايك ولا 12000 ولا 14000 علاش الفيديو ديال سيمو مع الدريه ديالو وصلتو ل 17000 وهاد الفيديوهات ما تتوصلهمش ل 10000 راه بلان ما دابا هذيك المبعكه حتى هي على ود درت والله مش عيمه عيمه شحال عمرك 13 عام ما ما تسولك واحد السؤال بعد صايم ولا ما صايمش ما صايمش علاش ما صايم باقي ما حقش عليا صافي انا عارف المهم انا نسولك واحد السؤال غتجاوبني عادي الا فقتي شي نهار المهم فقتي شي نهار لقيتي راسك دريه شنو غدير القلب مش عندي غوص علاش تعيقول اما الاخر احسن حل صاحب دابا انت لفقتي لقيتي راسك دريه شنو عندي كيفاش كتخيلي غادي تعيشي معاه مش اخر بعد وادي شوف هادي راه عندهم هما ما حنا هنا والله بربي له هزه انا يا خويا بشويه اش كان ابو جم نزلت عفاك نزل شري شد الطوبيس ولا شد صافي نيجي قاعد تنقل بزاف قال نزل المغربي اصلا ملي تيخرج مع مرته تيبقى فايته بستاكولو بيضه خي غادي وينقر انت خي سيبو الى واحد الاول ولا الثاني انا انا الاول اخي ندخل لاصار اه باش نهزها اخي يا ولاده انا الثاني ها هي بالمقلوب المراه هي اللي تقول لي اهبط كنت جالسه قنطانه وهي تبان لي واحد النمله مشيت جبت السكر وحطيته لها خليتها تمشي تعيط لصحابها تقول لهم اجي ورا كاينه واحد الوليمه وانا نجمعو جاو ما لقاو حتى حاجه دابا راه مكايت قاتلهم كيقولوا لها كذابه وهي كتقول لهم حق الله الا كان انا سقسي على طلوع قالت الشغل مصيبه بالروج ولكن بالروج ولا ما بلان مثلا ولا دابا هذيك كان عندها الشغل اخي وكوزينتها مزيانه وهي وهذه تقا دابا ما دير حتى وزالي ما طيب ما تتعجن ما والو داك عشيرك اللي مازال ما ناضتش ليه وعلاش قلتيها قلتيها بشويه قولها بحالك بوكيمون والله لاني والله تفوقوس علينا مالينا بحالك بحالك بحال الفرا وشو تا هو بحال هكاك مخطط بلا الحيه وبوغوس اخي هذا راه ستير راه الاكس مان انا عشان اكس مان والله الاكس مان والله 27 عام ما بقيتش كنقل اللي عطيتيا ولا مع منصب تا هما للكوليج ابنات الكوليج تلقوا لنا تلقوا ليها تلقوا ليها بنادم تلقوا ليها بنادم خليها تعيش الحياه سيده في 25 عام صافي صحاب كلش باقي صغار باقي فين خليو السيده راه بدا يفوت هكا بغيتي حتى حنا رجينا تنهبلوا تا تكبر عاد بقى تمشي جيت الكوليج ويلي 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 زيد اي هاي هاي لا لا خذ الاخر غادي يدير الدور الاخر لا هذيك غادي شي بلاصه غوص راه شوف وشوف وعاموا الزياده وحنا تنقول انا وهاد نمشيو نتريو غدا ان شاء الله ابعدوا شكون معطلنا وزعمني ماشي انا تتسناني مشيت للحمام خاصو حتى هو يمشي للحمام يقول لي انا نويك في اي حاجه خايب مشيتي للحمام شو بجوج مشينا للبرتوش وي هاي هاي شوف يا اخي سيبو كوزينتك اخي سيبو تاكلي وتشربي وانا حرارت عليا شحال اللي كبر بك شوف اخويا هادو راه قالوا لي راني ربحت خويا الله يرحم بها الوالدين نعم سيدي هكاك اخويا شوف معاهم هاد الويمرات اله الله اخويا راه قالوا راني ربحت قلبي بدا يترعب نعم اخويا نعم كاينه 8 الله يرحم بها الوالدين 11 12 7 راني ربحت اخويا صافي اخويا شحال اخويا ربحت؟ قالك خويا غدا دوز السقراط عندك 21 مليون تبارك الله 21 مليون 21 مليون الله تديني اخويا الله يرحم بها الوالدين سقراط تديني الله يرحم بها الوالدين اخويا مفيش واحد يشفرني اجي اجي يشفرني لا 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 دفع له 21 مليون مسكين وعا فلوس الحرام من الاول ويا شوف راه براج والله الله يدينا بالصواب ما انا كنت في بلاصته اخي سيمون ديب ايه
سير انت دابا اشرح هادشي لا سيروز داك عندك تقول لهم بلا راه الكلاب هما اللي خسروا لي طوموبيلتي انا هادشي علاش ما ضربش نعطي طوموبيلتي انا للكلاب بالروج ولا العشره انا طوموبيلتك كريتيها وقاست تنص على الناس انا شريتها شريتي عاد تكريوت المكمل احمد الله وشكرا وهذيك راه صاحبتك ماشي انا طاقي طاقي ديك صاحبتك اللي كانت شي تا يدير في حال هاد البلاد اصبري انا ذكر بها بس بصح يحمد عليها الله والانسان بخير وعلى خير اهلنا عليها مان دير حركه خرجت فيها تبع الله قال لك يتعافى المرء باصدقائي لا بس تعاونوا ايوقدوا هو عاد يزيد يمحطه ملي كتضربي معاه سبع سنين وكيشيل داركم جيت طالب يدين بنتكم صافي غملها راه بسيف مثلا ديما اي دابا انا اللي ضربت معاه سبع سنين غادير بحالك انت لا دير بحالك انا راه معول ماشي نضرب معاه سبع سنين 10 سنين 12 عام يلاه نتفاهموا اخي صاحبي بالروج لا دابا انتم مع 10 سنين عاد تفاهموا 12 عام ومربى مثلا نهار العرس ويقدر انت غتموت والله انت غيموت ونقول لكم شاهدين ادرج شتي يا مرتي اعطيني مرتي اعطيني مرتي عرفتي بعدا جدا لي وضحى البارح جا دار ودار لي سكندال الله يهديك راه ما الدري باقي صغير ما عنده عقل مازال ما مولفش جواج كيفاش مازال ما مولفش جواج اكو كان راجل زيد يقول راه الدريه كتوحم يا 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 عليك لا لا شات كانوا كيدوزوا قدام عينينا لا ديك الساعه كنا فهمتي كانت عندنا النيه زوينه دابا مع النيه توسخت ولا كلشي تيبان فاش كتفكر انك عايش مع ولاد الناس فاش كتفكر انك عايش مع ولاد وا 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 سمحوا لي الدراري سمحوا لي تلاش تسمحوا لي تلي بغى يمشي يخرج الله عقرب كتعتذر عاد كتفكر انا راه ما قالش مع شي واحد اللي يستاهل ونعطيه باش دابا ملي تكون حدا شي دراري فهمتي دراري مثلا تهضروا في الثقافه تهضروا ما تقدش تزابي تقول شي كلمه واخا يكون فمك مشتت كتكون جالس مع ولاد الناس عاد بقى يسمعوا اول مره نشوف شي واحد جمع راسه بنص يا 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 واش جابك اوليدي يا جاب طلع ليه راسه في راسه كيف تجد زوجتك خلال 10 ثواني تيجي من ورا السن غير تعصي لي انت هاميني كيما بغاني نبان وجا ماما كي يا كي بان وجا شنو هو جا دا تمام بان شو تعصي من تاعي السن وجا قال لك في حدايا 10 ثواني بصحه والله خاب سالي هو اللي عارف اخي هو مجربها كاع والله شوف راه الغيره هي هذه شوف لما كانش الحب شوف من الاخر شي لما كانت مرتك ما تغيرش عليك طلقها من الاخر هادي مالها مع مرك لاتو شوف بدل رايو بدل ما بقاش باغي يتزوج هو والسيده شايفه مولفه مولفه تاكل الحلوه الفرق بين الدراري والبنات ملي كيديروا شي اكسبوزي كاين كتي شي شعوع مشى لي كلشي حبيبه انا نمشي للجامع سير اوكي بيبي يا 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 واش فهمتي ولا ما فهمتيش اصاحبي ديال القلب عرفتي من الشوفه ديالو خيسيو باين مسكين كان بجرجرو شي خمس سنين دريات ودراري شكون اللي تقولوا غير مع صاحبتك وصاحبك ومطلع عليك واحد المده ودي شعبك انك تهضر مع شي دريه صيرتي انت هاي 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 على اي مود دريه هاكا وليدي طابلات عايشين لافيه لقيتي فيا وحق الله شتي علاش تنقول لك تزوج تزوج يا صاحبي باش انت تعيش الحياه راه الزواج زوين ماشي مشكل دابا يسهل عليك الله انت تسخن تهلاو العشره